الرواية الثانية من نفس الباب. الحديث الثاني عن الوشاء قال: سمعت الرضا. وتلاحظون الأحاديث مرة عن الإمام الصادق، مرة عن الإمام الباقر، وهذا الحديث عن الإمام الرضا. عن الوشاء قال: سمعت الرضا يقول: إن لكل إمام عهدا. عهد الإمامة الالتزام به مستحب أو واجب؟ إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد، من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم. يعني إذا أردت أن تفي بعهد الإمامة للحسين فعليك أن تزوره، والعبارة واضحة: زيارة قبورهم. ما قال زيارتهم التي يحتمل فيها أن تكون على البعد. إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء، يعني ومن تمام حسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة.